يوه كتير كذبت كتير زمان بقى. أهلا واضح، أنا مي فاروق. ما عنديش أسرار كتير، بس إن زينة بنتي، يعني ناس كتير بتفتكرها مش بنتي وهي طلعت بنتي في الآخر. إن أنا بطبيعتي وإن أنا على سجايتي طول الوقت وواضحة. كنت بحب العب في الشارع. كنت بحب انزل العب في الشارع مع جيراني وصحابي، دي كانت افضل اوقات حياتي. ان انا الناس بتبقى فاكراني انه بخرج وبسهر وبتنطط وبروح وباجي، بس انا قاعده في البيت 24 ساعه طالما عندي شغل. السؤال ده مش عارفة، ده سؤال أنا عمري ما اتسألته، بس نفسي أعلم الناس كلها يبقى عندها حسن نية وما تظلمش وما تأذيش ويفضلوا يتعلموا مني حاجات كويسة. الموت أكبر حاجة بخاف منها هي الموت. لا انا حصل لي حاجات كتيره تكسف، يعني انا وقعت على المسرح، بتهيألي دي اكتر حاجه ممكن تكسفني، مش عارفه. وقعت على المسرح قبل كده وانا طالعه ومش عارفه ايه اللي حصل، فاتزحلقت وقعت قدام ما شاء الله جمهور كمالي المسرح، حظي كان حلو. بتهيألي اوه ده كمان، ده انا غنيت احلى يوم غنى في حياتي بس كنت صغيره يعني. لا يعني هي كانت من فترة كبيرة قوي، و مش عايزة أقول تفاصيلها قوي، بس هي كانت بالنسبة لي مؤلمة، بس عرفت أتخطى، أنا بعرف أتخطى يعني، عشان الناس ما تفتكرش إنه حب وحاجات كده. واحدة كانت تعتبر من أقرب الناس ليا، واكتشفت إن هي عملت موقف لمجرد إن أنا يبقى في مشكلة بيني وبين صاحبة تانية لينا عشان توقعه، وأنا ما عملتش كده وما قلتش كده، وكانت بالنسبة لي من أكتر الصدمات اللي حصلت في حياتي. شوفي أنا نفسي أغير مناخيري جدا. نفسي أغير مناخيري جدا، ساعات بتعصبني، و ستايل اللبس نفسي اطلع للناس بالشكل اللي هم متعودين، يعني مش متعودين عليا بيه، لان الناس بتشوفني دايما في فساتين سواري وحاجات فورمال وكلاسيك وبتاع، وانا مش في الحته دي خالص اصلا. بس لا هغير مناخيري، وان شاء الله يعني ان شاء الله ما اظهر لهم بالشكل اللي هم هيشوفوني بعد كده، ده اللي هو الشكل العادي بتاع الشباب يعني. شكرا، واضح.